عليكم شلونكم؟ السلام عليكم شلونكم شباب بنات شخباركم؟ مقطع اليوم عندنا تحدي استدعاء وحش نكسيف من المستوى من المرتبة السابعة. فإذا نجحنا بالتحدي أتحداكم تحطوا لايك وتوصلوا المقطع لعشرة لايك أو وصلوا لين ما تحبون. وإحنا نأخذ خطأ قمنا لحد يقول لي ليه راح نلعب شخصية يوغي بمجموعة ضد مجموعة السحرة والقاية والتسان يعني. فأتمنى تدعموا المقطع باللايك والاشتراك، والجديد في القناة اشترك ولا تقبل علينا بالاشتراك يا أسطورة. طبعا عندي سؤال لكم، انتوا شنو تحبون الملعب؟ تحبونه يعني الشكل الاول ولا بالشكل الثاني؟ فتعالوا اصور ديا شكل الشكل الاول ولا الشكل الثاني، لان الشكل الثاني شكله عجبكم وجاب مساعدات كثيره. تحبون هذا الشكل ولا الشكل هذا؟ انا عن نفسي احب هذا الشكل. اول وحش مستوى سابع، بحط ورقتين مقلوبتين وبس. هدفنا بالمقطع كالتالي، استدعاء هذول الوحشين من الاكسيز بس. مجموعته حسب ما اشوف هي مجموعة الحشرات. هذا الوحش لازم تخاف منه لانه عنده قطعة مرة مميزة اشرح لكم اياها بعدين. حسب القدرة اللي انا شفتها من هذا الوحش فهو الى ما تدمر خلال دور طوب ولا يدمر خلال الحلقة. راجع لكم بعد شوي بعد. ويا شباب راح لك، راح حط على الورقة مقلوبة وهاجم بالقاية و انهي دوري. ونفعل فخنا واللي هو فخ عبارة عن وحش. شلون هو فخ عبارة عن وحش؟ يعني فخ لا نهائي صدق، يعني هو فخ عبارة عن وحش. فقدرته انه راح يتجذب على هيئة وحش. والحين هنا تدعي وقت الاكسيز الاول. طبعا هذا الاكسيز عنده قدرة وهي انه يبدأ مستدعى دوك مديشن تصل ثمن الى اغنى وحدة بزن. وهاي النسخة الجديدة اللي هي من الطاقم. شوفوا الانيميشن يا سابعي، قيموا الانيميشن وقلوا لي اي الانيميشن شفتوا بالمقطع. طبعا عنده قدرة ثانية دون استخدام وحدات الجمعية لما يهاجم داخل مدينة فهو قادر على إخراج ورقة من الملعب. و كذا فإلى خصمك كان عنده رقصة و كن منتهي لكن معك هذا الوقت. راجعكم بعد ثواني، عندي وصاله راجع بعد ثواني. よし、僕のターン。ドロー。名前。モンスター効果発動。هذا الانيميشن الثاني، قيموني الانيميشن الاول ولا الثاني؟ لا عجبك الاول فحط رقم واحد، ولا عجبكم الثاني حط رقم اثنين. نفس الشيء عمود الملعب، لا عجبكم الرقم الاول اللي هو الملعب القديم. طبعا نجحنا بالمهمة واللي هي استدعاء وحش نكسيز من المستوى السابع. و هننهي المباراة. دايركت اتاك.
يس بوكينو كم تعبين. هذا هو المقطع ومع السلامه.